تلفزيون يا بيت العز النهاردة بقدمها من بيت يدير هذا المنزل واحد من صناع الابتسامة الصباحية في مصر وفي العالم العربي. يسعدني أنا شخصيا أن أنا أكون مع أستاذي الكبير الفنان رسام الكاريكاتير مصطفى حسين وأسرته. اختي اللي جنبي على طول دي اختي عيشه سعيد وشريف. يبقى عيشه سعيد شريف. بيشتغلوا ايه؟ عيشه رابط بيت وليها في الفن، بتعمل حاجات فنيه ليها في البيت ظريفه جدا جدا. للاسف ما جابتش نموذج معاها لان انا جبتها على عجب. بتعمل حاجات يدويه. اشغال يعني اشغال تطريز اعلان بقى يعني الفن برضو يعني الفن لطش شويه. ايوه لطش وسن فرصه باعلان للجماهير عشان تعرف اعلان. سعيد في مكتب وزير الثقافه. والشاب الوسيم شريف ده ايه النهارده مديه اخضرات بيشتغل ايه؟ ده مدير المطاعم بتاعتنا.
هي فعلا نقطة ضعف، بس هي أنا بعتقد إنها نقطة ضعف الواحد بيرتكز عليها شوية. يعني لا يضمن الإنسان، وخصوصا إن إحنا في عمل، يعني أنا والزميل عزيز أحمد رجب بنقعد ساعات، الأفكار ما بتجيش سهلة، والناس بتعتقد إنها بتيجي يعني كده وإحنا قاعدين بنضحك، لكن هي مسألة برضو تأليف وتذوق عشان القارئ يحسها. فبنشبه عملنا ده باللي بيشتغل في سيرك على الترابيز ومن غير شبكة، فيوم ما يقع يعني هتتكسر ضلوعه، فربنا يستر، فبنقدر نجيب تكبير. فالمشروع التاني ده او اللي زيه مشاريع اسمها مجبراتي. اخر مرة اتجمعتوا مع بعض في بيت العز، في بيت مصطفى حسين، ولو ان انا عارف ان ده مستحيل لان هو مشغول، اخر مرة قعدتوا القعدة دي كان امتى؟ اشرف احنا ما يعني في المواسم، يعني ممكن يبقى فايد فايد ميلاد عصام في اخر مره عزو. افتكر كده في رمضان ده، كنا في رمضان ده هنا هنا استاذ سعيد، وكنا اخر مره كنا في ابو سلطان. كنا ابو سلطان دي بتلمكم تابعنا عاملين حاجه صغيره هناك، بيبقى مكان مفتوح بنقدر نتجمع واسر الاسره، يعني تاتش وود فيها في الاولاد بالاحفاد بالاحفاد كله، فبيبقى مكان لقاء مش بطال. حلو. يبقى انا اعتبر ده بيت العز اللي هو بتاع ابو سلطان ده بيت العز الموسمي. ايوه الموسمي، لان اي شقه مهما كانت ما تستوعبش العدد الكبير، فهناك مكان مفتوح. مدام قلت لي مدام عائشه، مدام عائشه، مدام عائشه حياتك متفرغه في البيت. مصطفى حسين يعني ايه بالنسبه لك؟ هل انت حريصه ان تشوف الكاريكاتير كل يوم الصبح، ولا اي زي قرايب مملين قرايبنا وزوجاتنا اخر حاجه نشوفها اخر اليوم؟ لا طبعا حريصين قوي على اعماله قدام التلفزيون بيقولوا كلام. يعني انت الاول حقيقتك الجرايد الصبح؟ لا طبعا لازم بنشوف كل حاجه، وبنسمع بقى من الناس اللي بتشوف، حتى لو احنا ما شفناش حاجه بيقولوا لنا انتوا شفتوا ده حصل كذا كذا، اذا كنا مشغولين يعني. يقول لك مصطفى حسين راسم النهارده كذا، طيب بيبقى رد الفعل عندك سريع، ممكن تكلميه مثلا؟ ايوه ممكن في حاجات تشدنا ونقول إيه؟ انت عملت كده ليه؟ قلت ليه؟ عشان طب تقصد ايه؟ حاجات زي كده. شايف تعمل حاجات زي كده؟ طب ليه بتعمل كده؟ ايه الشخصيات، اقرب شخصيه ليكي بتحبيها من الحاجات اللي هو بيرسمها؟ والله شخصيات كتيره كلها تقريبا كويسه. ما تستخدميش الشخصيات دي مثلا في حياتك، تقولي مثلا حد تقولي يا ساتر ده قاسم السماوي في حد؟ في بعض يعني ما كنا قاعدين اجتماعات بيحصل مواقف معينه كده بنقول نفس ال ده قاسم السماوي ده كاموره حاجات كده، بنعبر على الحاجات دي بالاسامي بتاعت الشخصيات بتاعته. استاذ سعيد. ايوه فندم. عايزك انت طبعا راجل في وزاره الثقافه المؤرخ بتاعنا، ارجع لنا كده فلاش باك 60 سنه ورا. 60 سنه مش كتير قوي كده يعني. قوي كده. ارجع اوصف لي بيت العز، البيت اللي اتربيتوا فيه زمان. والعبقري الفذ مصطفى حسين ده كان مين من شخصياته هو زمان؟ الحقيقه احنا كنا زمان بنجتمع دائما في البيت، وكانت بتجمعنا الوالده في جميع المناسبات. تلاقي حضرتك احنا نشوف الثمانيه اخوات البنات والصبيان كنا بنلتقي في هذا البيت في المانيال. فكان في المانيال؟ في المانيال. يعني كنت في القاهرة؟ فكنا الحقيقة يعني كانت اللي الشمل والجموع ده كان بيبقى مثلا في أيام مثلا عيد، في أيام مثلا مناسبات مثلا شهرية مثلا كعلى الغداء كعلى بتاع، فكنا الحقيقة كانت الفرص دي كانت بتقربنا لبعض كتير قوي. الشخصيات الكتير دي طبعا في الجعبة، يعني ياما في الجراب يا حاوي زي ما بيقولوا. طول ما الانسان عنده نبض، وطول ما الريشة في الايد وموجودة، انا احمد رجب بنفكر في اللي بنعمله، هيبقى في شخصيات اخرى وتالية وبعدها، وهتنمو وهتكبر ويمكن تطلع شخصيات جديدة.
يعني احنا حاليا بنفكر في شخصية المنافق اللي هي اليومين دول منتشرة، مدعي المعرفة، دي شخصية يمكن تتولد في ستات كتير بيقولوا بيلمونا ليه احنا ما بنعملش شخصية سيدة. طبعا هو احنا عندنا في شخصيات وجه تاني زي زوجات كمبورة، مرات الكحيتي، ما دي زوجات، لكن هم عايزين شخصية رئيسية ست. فيعني طول ما في نبض وفي حياة ربنا يسهل. انتوا بقى كأشقاء مصطفى حسين بتتفرجوا على مسلسل ناس وناس طبعا، ولا انت وقتك ما بيزيد؟ لا ساعات يعني. ايه رأيك، هل دي الشخصيات اللي هي مصطفى حسين كان بيرسمها اللي احمد رجب كان بيكتبها؟ لا لا، هو مجرد مصطفى حتى لما بيرسم في الجورنال من غير كتابة ولا من غير امدة خطوطه معروفة، يعني الشكل معروف، وحتى من غير كلام ممكن يعبر. يعني مبالغ فيها شوية. مبالغ شوية ما عشان بس عشان فيها دراما. مبالغ يعني. استاذ سعيد ايه رأيك؟ لا الحقيقه ناس وناس كانت ممكن تتخدم احسن من كده. ممكن تتخدم يعني هي ما كتابه ولا كشكل ولا كتوظيف اداء تمثيلي وككتابه حقيقي، يعني لان هو التناول الماده مش هي دي، ضعيفه. الاداء الحركي والتمثيلي وال برضو مش عايز، يعني مش عايز اقول، هو الحقيقه هو عمل مش وحش، هو مش وحش برضو، ويعني الناس في جزئيه من الناس تبص منه، لكن مش هو، يعني تيالي مش هو ده اللي كان في خيالي انا، اللي مش السخونه بتاعه السخونيه وكلامه بتاعه الافيهات اللي في اللي في التوظيف وفي كده يعني. ايه رايك يا هو صداه ما كانش قوي زي العمل الصحفي. يعني كان متخيلين يبقى اقوى من اللي بينزل في الصحافه ودي في حاجه جديده. ايه رايك انت بقى بامانه بقى، انت صاحب العمل، صاحب نصف العمل، ان النصف الثاني انا في رايي ان ده له من الفن اللي هو الكاريكاتير، له وسائل تعبير خاصه، ولو زي ما اتفقنا وانت اعلم بالموضوع ده، يعني انا بكلم واحد معانا في البيت او في الحقل زي ما بيقولوا، في ان القارئ له خيال، في انه الشخصيه الثابته اللي قدامه دي وكلامها ده من غير حركه هو بيتخيل وظيفته وشكله واخلاقه وتصرفاته من غير ما يشوف حاجه لايف. يمكن يكون اقرب لو اتعملت عرايس، احتمال تكون اقرب لانها قريبه، وبعدين هنخلي الشكل مطابق في العروسه. يعني هنا الاشكال مختلفه. طب القارئ اتربى واتعرف على الشخصيات دي اكتر من 20 سنه. بعدين كعبوره ده انت ما كانش عندك شخصيه اسمها كعبوره. مفيش كعبوره. وطبعا انا بعذر يمكن اللي كاتب السيناريو في انه مش عايش الشخصيه قوي زي ما احنا عايشينها. يعني فعلا انا واحمد رجب متفقين على ان مفيش حد هاضم الشخصيه ويستطيع ان هو يضيف لها او يحطها كما هي حتى زي اصحابها. ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن خيال حبيب المجهول مش لاقيه فيك حاجه منه. الـ الشخصيات اتنفذت في البرنامج ده فعلا مش هي. انا بعتقد الاختيار مش موفق. ليه بقى؟ هذه الشخصيات دي ابنائي، دي حته مني ومن دمي ومحفوظه تماما. يعني ادي عذر ان الـ كاتب السيناريو مش عايشها قوي، الاختيار مش هو، لكن كان لابد ان هو ياخد رأينا تماما في عملية الاخراج والتصوير وكل المسائل واختيار الشخصيات. طب انا اسألك سؤال هو هيرد على علامات استفهام كتير للزملاء اللي شغالين في الحقل الصحفي. اتقال من سنتين اول ما نزلت ناس وناس ان حصل خلاف بين مصطفى حسين وبين احمد رجب حوالين ناس وناس، ان ده بينسبها لنفسه
وده بينسبها لنفسه. وبقى ان احنا مع بعض في اللعبة، انا عايز بقى انت صاحب العمل او صاحب نصه بتقول بالضبط اللي حصل ايه. لا هو ما كانش فيه خلافات قد ما كان فيه نوع من ايه توصيف صحيح، يعني الـ الـ الكلام جه من بره. ايوه يعني حاولوا اخرين انهم يتفقوا على كل واحد على حدة على انه صاحب الشخصية، فهي اوجدت نوع من المناقشة. يمكن الاشاعات ساعات بتنمو بره وبترعرع زيادة عن اللازم، لكن احنا متفقين على ان احنا الاثنين اصحاب الشخصية. طبعا بنخلقها مع بعض او بنبتكرها مع بعض كمواصفات، وبعدين انا بضيفها لان انا بحط شكلها الحقيقي، فاحنا متفقين على الحكايه دي. يعني راح الخلاف؟ لا مفيش خلافات. وتيجي نقسم القمر؟ ايوه انا نص وانا نص. بقى كده بتاع تيجي نقسم القمر ده. فعلا قسمت القمر. ايوه قسمت القمر. هو ده القمر ده منور كل الناس. القمر ده بيتجدد كل سنه ولا هو ولا بتاخد حق الاحتكار على طول؟ لا يعني احنا كاتفاق مع المنتج اتفاق على ان يبقى في 100 حلقه اتعامل منهم 90 فاضل 10 فقط، لان في اتجاه ان احنا نعمله مع رئيس فعلا ورسوم متحركه. اتفقت على 100 فعمل 90 بتقعد تعد له انت بقى واحد. ايوه واحد يعني يخلص رمضان نقول 90 كورس. الفلاح كفر الهندوة فعلا اتعود على الدكتور عاطف، ودي عشرة قديمة 8 سنين كاملة ورا بعض بيتقابلوا كل أسبوع والكلام ودي بينهم، وما كان يروح له في المصيف يعني يقول الحارس ده حبيبي، ده احنا واكلين عيش وملح وقايلين بقين كلام مع بعض. فالعشرة ما تهونش إلا على أولاد الحارس زي ما بيقولوا. الفلاح مازال بيقول اتعودت عليك لأنه حبيبه. وبالمناسبة الدكتور عاطف على فكرة بيحب قوي فلاح كفر الهندوة زي ما هو بيحبك كمان، واكلين مع بعض عيش وبتاو ولا عيش وصحافة، فما تهونش العشرة ولا الحياة اللي كانت بينهم. وفي لقاءات ضروري هتحصل بين الفلاح والدكتور عاطف صدقي والدكتور كمال الجنزوري، وهتبقى يعني الأسرة الظريفة والمحبة ايه ويجعلوا عامر. الروح بتاعت الكاريكاتير او رسام الكاريكاتير لازم يتربى في جو معين، في فرصه للسخريه والتامل وخفه الدم، او بيبقى مكتسب من احد الابوين. عايز اعرف انت خدت الروح دي من مين؟ والله انا اقدر اقول لك ان احنا اسره بيحبوا يتجمعوا. صحيح يعني دي غي عندهم قوي، وما يصدقوا يبقى في فرصه تجمع يتلككوا عشان يخلقوا مناسبه. والله هو فيهم الطبيعه دي حقيقه. ويعني تاتش وود، انا مش عايز احسد، ان في روح مرح بين الجميع. كلنا كلنا حقيقي. وممكن تبقى الجلسه من اول قعد على بعضينا كلها ضحك ممكن نهزر على بعض. يعني تعملت كذا وكذا عشان تبقى القعده مسليه ومضحكه وما فيهاش جديه، او ما الجديه موجوده في كل وقت. طب احنا ما نتجمع لازم نقعد نتبسط ونضحك وبتاع، ويحصل بقى ايه سخريه من بعض وطريقه على بعض. يعني نستلم مثلا شريف شويه، سعيد شويه، اخويا الازهر اللي هو جمال، يعني ونضحك بقى ونشبع ضحك. طب ما تيجي نعمل تجربه جميله. عايزين نصنف اخواتك من الشخصيات اللي انت بتعملها. يعني شريف بص لشريف كده، هو جاب السماوي من العام، هو جاب السماوي من العام ده، هو بيقول لي اعمل شخصيه على الستات. نمسك شريف مثلا قريب من مين؟ كمبور. كمبور ايوه كانوا مساء
مسميني كده زمان، كنت شغال في الهيلتون اه، كانوا مسميني شريف كنبوره اول اول ما عرفوا ان انا اخو مصطفى. انت ملامح والله واخد، انت قريب من شويه بس دلوقتي، زمان ما كانتش كده. كل التحدي شويه سعيد سعيد الارستقراطي مش كحيتي. لا ممكن يبقى سعيد شكل مين تبع مين؟ ممكن يبقى علي الكوماندا، لان علي الكوماندا بنضارات كده وبتاع، وبمناسبه ممكن تبقى زوجة كمبوره مثلا. زي بعض كان دخلتني برضه معاك. اغضب، لكن عملنا بيلاقي غضب من ناس كتير، ويوم ما يغضبوا لا هيضيفوا ولا هيقللوا. مهنتنا لابد من مقابلة الغضب، لأنها مهنة مستفزة هجامة وناقدة، فطبيعي هيبقى في أطراف أخرى بتنقد، فيغضب كما تشاء. مدام نجاة، انت قاعدة النهاردة وسط اخوات زوجك العزيز مصطفى حسين. انت شايف انا خايفة ومؤدبة وخالص. بيقولوا ان الزوجة هي المحور الاساسي، يتجمع الاخوات يتفرقهم. اسمع الكلام ده منك بقى. لا تجمعهم الحمد لله. لا هنفرقهم ليه بس؟ لا يعني انت بتحس ان تحب الجامعة، تحب التجمع بتاعهم بتاع زمان بتاع الأسرة؟ اه الحمد لله، هي الله يرحمها بقى. سألنا انا بقى سألنا. كانت مجمعاهم على طول اكتر من كده كمان. مدام نجاة دايما بيقولوا ان باب النجار مخلع، رسام الكاريكاتير ده او الممثل الكوميدي بيبقى اكتر واحد مكتئب في البيت. مش اذا اتوجد في البيت الاول. لا الحمد لله. سمع وحشة دي. لا مش بس النظرية دي صح. مصطفى مكتسب في البيت ولا متجاهم زي معظمنا يعني؟ نص 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 نص. متجاهم على مكتسب ومتجسم. لا دايما الزوجات يقولوا ايه، انت على طول بقى فرحان بره. سرحان كتير الشغل عليها اه، لدرجة ساعات وهو سايق بقول له ان ربنا اللي بيستر معاك، لانك سايق وانت سرحان برضه. مشكلة تأجيل الشغل اللي عنده، هو دايما يقول لك لا تؤجل العمل، في مثل بيقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هو بيقول أجله إلى بعد الغد. على فكرة مش في بس ده، في العيلة كلها. كل العيلة تلاقي العروسة عندهم بتلبس الطرحة على اخر دقيقة في الزفة. ايه بس الشيف هيأجل الواحد طلب حاجة، هيأجلت عند مدة الخبرة مش هتنفع. ده هيأجل احنا هنتبرى منه بقى، هو غير نظام نظام العيلة. اخر سؤال الجميل اللي بنختم بيه، تصرفات مصطفى حسين المادية مع اخواته، انت طبعا بتقبض منه ولا بتخلص مسائلك اول باول؟ ده بيطلع مديون. ده انا اللي باخد منه. اديله الاول وبعدين اقول له هات. استاذ سعيد، انت موقفك ايه من مصطفى حسين؟ لا انا بالنسبه لي مصطفى كان اخ ووالد، ودي حقيقه يعني. انا تشبيت وخدت من مصطفى حاجات كتير قوي 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 قوي، وانا سعيد ان انا ايه ببقى مبسوط ان انا الاقي في حته التسامح، ان انا اتعلمتها منه ازاي اتسامح مع الناس. حته شفافيه الفنان دي حقيقه، دي صعب جدا يعني. مصطفى باله طويل قوي وصبور، ومش بقول ده حقيقه، هي حقيقه، وخدوم جدا في منتهى السعاده. يوم ما يلاقي سعيد في مشكله او رمسيس مشكله لازم يحلها له، وهو عنده كم شغل مريب. دي حقيقه. انا اروح الجردان الاقيه مثلا قاعد عنده مواويل شغل، اللي بقاله زي ما بتقول حضرتك مثلا مؤجل لبعد بكره، وتلاقيه فعلا دخل عليه واحد. دي حقيقه حصلت قدام عيني بدل مره كتير، ولدرجه ان انا بنفعل بزعل، مش بزعل بالعكس، انا راجل خير لكن بنزعل ايه من طولة باله ومصابرته وتسامحه الى هذه الدرجه يعني في خدمه الحقيقه الناس. يجي واحد على حساب شغل والله. فالحاجات دي الحقيقه انا خدتها من مصطفى وخدناها من وبيته. لا وعلى فكره نجم مرات مصطفى امتداد ليه. ايوه فيها حته الحتت الخيره والتسامح والبتاع. هي طبعا دي حته التانيه بقى.
امام التلفزيون. التانية ماليش دعوة بيها. لا 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 دي صحيح. ولاد عيشة. ده بيحبني. عظيمة جدا. ولاد حضرتك بيحبوا مصطفى حسين؟ اه طبعا كل العيلة الحقيقة. ده مصطفى عندنا عايزين هو واخدينه نموذج. بالنسبة لنا يعني حاجة عزيزة علينا كلنا.